كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان في فراشة زغرورة وحلوة كتير اسمها فوفو. لما كانت فوفو تطير وتلعى وتفرض جوانحة كانت ألوانها تبين حلوة كتير كتير. كانت مامي فوفو، يعني ماما تبع فوفو، كتير تخاف عليها وعطول تقلها لعبي حد البيت وما تبعدي أبدا عني لأنه أنا بخاف عليكي، حتى ما تضيعي يا فوفو وما ترجعي تعرفي ترجعي على البيت. بيوم من الأيام فوفو ورفيقتها كان بدهم يطلعوا يلعبوا وراح تسأل مامي إذا بتسمح لها تطلع تلعب برا. وافقت مامي تبع فوفو، قالت لها أوكي بس عشرت ما بتلعبوا بعيد على البيت أبدا. كتير انبسطت فوفو وطلعت تلعب هي ورفيقتها وصاروا يلعبوا ويطيروا وينطوا من زهرة لزهرة لزهرة لزهرة. وكل ما يلاقوا زهرة حلوة يطيروا لعندها. بعد شوي طلعت فوفو حواليها ما لقيت البيت وقالت لرفيقتها نحن كتير بعدنا على البيت، أنا وعدت مامي إنه ما بعد عن البيت أبدا. صارت تضحك رفيقتها وتقول لها انتي جميلة يا فوفو، خويفة بتخافي من مامي؟ صارت تضحك عليها. اتضايقت فوفو قالت لها لا أنا ماني جبانة وما بخاف بس أنا بسمع الكلمة بس حأعمل اللي بدك إياه. وطارت وصارت تلعب وتطير حوالين الورد. وفجأة شفت فوفو نحل كتير جاي لعندهم. فوفو وفيقتها خافوا وصاروا يصرخوا ويبكوا وحاولوا يتخبوا والنحل جاي لعندهم بسرعة. صارت تعيط فوفو مامي مامي. وفجأة بينت مامي تبع فوفو وطارت بسرعة قوية وأخذتهم ورجعتهم على البيت. وقالت لمامي لفوفو أنا اتفقت معك على شغلة وانت ما عملتيها، تتذكري شو كانت؟ ردت فوفو قالت ايه مامي بتذكر، انت اتفقتي معي انه ما بعد عن البيت ابدا وانا بعتذر، رح اسمع كلمتك من اليوم ورايح وهيدا الشي ما بقى ينعاد ابدا، لما نتفق على شي اكيد رح نعمله. حابين تربحوا كروم بوك بيوصلكم وين ما كنتوا بالعالم؟ كل اللي عليكم تعملوه بعتوا لي ادعي امركم ومن اي بلد عم بتتابعوني حساب الانستغرام، واكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا مع اصحابكم وتعملوا سبسكرايب للشانل واكيد تفعلوا الجرس لتوصلكم كل القصص اللي عم نعملها. بشوفكم المره الجايه.